مساء الخير على حضراتكم وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم ليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020. الحقيقة أنه العلاقات الدولية الناجحة بل الناجحة جدا اللي استطاع أنه يؤديها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصلحة مصر والمصريين كانت من أهمها بل ربما على رأسها تجمعات دولية تؤدي لخير اقتصادي كثير فضلا عن تنسيق المواقف السياسية. ومن أهم هذه التجمعات مصر واليونان وقبرص. والحقيقة أنه زيارة السيد الرئيس لليونان حصل فيها أكثر من ملحوظة مهمة ونقاش جاد، من ضمنها الاستثمارات اليونانية وزيادتها في المشروعات القومية المصرية، من ضمنها تكريم السيد الرئيس بأعلى وأقدم وسام يوناني، وأيضا تكريم الرئيس لرئيسة اليونان بقلادة النيل. يعني الحقيقة موضوعات كتير، بالإضافة لأنه السباق الانتخابي الأمريكي يوجد به مستجدات يوميا بل على مدار الساعة، من ضمنها مثلا أنه جورجيا أعلنت إعادة فرز الأصوات من دقائق، ستعيد فرز الأصوات يدويا لأنه فارق البطاقات 0.5%، فده هيفرز يدويا مرة تانية. هل ده هيغير شيء؟ هل النتيجة ستظل زي ما هي؟ علاقات مصر واليونان وأفقها إلى أين، خصوصا مع منتدى غاز الشرق الأوسط اللي تكون مقره القاهرة؟ كل ده هنتعرف عليه مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم العلاقات الدولية بالأهرام العربي. أيضا عندنا الموجة الثانية من كورونا، مش عايزين ننسى لأنه في استعدادات كبيرة من الدولة إن شاء الله تعدي على خير ونكون إحنا مستعدين، وده الأهم إن إحنا نتعلم إدارة الأزمات. هيكون معانا الأستاذ الدكتور أشرف عقبة، أستاذ طب البطنة وأستاذ المناعة بكليات طب جامعة عين شمس، وحنتكلم في تفاصيل الموجة الثانية بعد استعراض عدد من الأخبار. خليكم معنا. أهلا بكم في استعراض أهم أخبارنا النهاردة، وأول خبر بشكل مكثف هنتكلم عن اليونان، حيث تقلد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيسة اليونان أعلى وأقدم وسام يوناني، وأيضا بدوره منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة اليونان قلادة النيل. طبعا العلاقات المصرية اليونانية علاقات قديمة، والجالية اليونانية ما زال بعضها مقيم في مصر، بل أنه أهم من قامت على أكتافهم الحضارة الحديثة للحكومة اليونانية هم يونان مصريين، يعني حاصلين على الجنسية المصرية وعاشوا في مصر فترة طويلة. الخبر اللي بعد كده أنه تم تأكيد مصري يوناني على التصدي للاستفزازات في شرق المتوسط، وحنشوف جزء من كلمة السيد الرئيس بهذا الخصوص، وأيضا جزء من كلمة السيد رئيس وزراء اليونان في هذا الخصوص. بعد كده في اتصال هاتفي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعزي ملك البحرين سمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة في وفاة رئيس الوزراء البحريني سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحيكون معنا تفاصيل برضو لهذا الخبر. وأخيرا في استعراض الأخبار، الحكومة توافق على 3 قرارات مهمة. مقرات الحكومة أين ستذهب وماذا سيفعل بها بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟ قرار إغلاق المدارس في كل محافظة، من يتخذه؟ هل المحافظ؟ هل وزيرة الصحة؟ هل وزير التربية والتعليم؟ وأيضا المحال التي لن تلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال البلاك فرايداي وما مصيرها؟ تعالوا معايا للتفاصيل.
بحضراتكم إلى تفاصيل الأخبار، نبدأها من أثينا، حيث قلدت رئيسة اليونان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلى وأقدم وسام يوناني، وأيضا السيد الرئيس منحها وسام قلادة النيل العظمى. كان السيد الرئيس التقى اليوم مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلا روبولو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي لسيادته، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين اليوناني والمصري. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية بحضور وفدي البلدين، وأعرب في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال اليوناني، وأشاد بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. وأعرب الرئيس عن تطلع سيادته ومصر لتعميق وتعزيز هذه العلاقات على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية في مصر. قدم الرئيس أيضا الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر، وأضاف الرئيس خلال قمة مع الرئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو أن مصر تقف بجانب اليونان ضد أي عمليات استفزازية في الشرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولي. احنا معنا جزء من كلمة السيد الرئيس وكلمة السيدة كاترينا رئيسة اليونان، نشوفها ونرجع مع حضراتكم. بشرف كبير وسعادة كبيرة نرحب بكم في أثينا وفي القصر الجمهوري. أنا متأسفة جدا لأنه بسبب الإفراط هذا، بسبب هذا المرض، لم تسنح لنا الفرصة حتى نقدم لكم ما يليق بكم من استقبال حافل. Έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και εμένα προσωπικά να υποδεχόμαστε σήμερα τον ηγέτη μιας μεγάλης φίλης χώρας, φιλώνας σταθερότητα στην περιοχή μας και πραγματική ηγέτιδας δύναμης μουσουλμανικού και του αραβικού κόσμου. Ένα τζίγκελ φαχούρα, ο Χάδα Φάχαρ Καμπίρ, ο Σάρεφ Καμπίρ, Λιλιουνάν, ο Λι Σεχσίνια, ένα στέκτελ, ένα φιλάδε μεκάν, ρεΐς του Τζιμβουλίου της Αραβίας, ένα φιλάδε μας σαντήρκα, ο Ρουάιδα, في العالم الإسلامي والعربي. Μιας χώρας που συνδέεται με την Ελλάδα με μακραίνες σχέσεις φιλίας, σεβασμού και πολιτισμού. هذا البلد الذي يرتبط مع اليونان بأواصر صداقة عميقة على مر التاريخ. Ερώσιμο αποτελεί για τις σχέσεις των χωρών μας, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή, η υπογραφή την 6η Αυγούστου και η θέση σε ισχύ τη Συμφωνία Μερική Οριοθέτηση ΑΟΣ. وطبعا تم تتويج هذه العلاقة في السادس من أغسطس من هذا العام مثل توقيع الاتفاقية تحديد الحدود البحرية، وهو أمر هام ليس فقط لبلدنا ولكن للمنطقة بشكل عام. سيدي الرئيس أمينة، أشكرك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. أنا الحقيقة في زيارتي لليونان دي سبع زيارات خلال 5 سنوات، ودي بتعكس العلاقات وقوتها، ومش على في الفترة اللي احنا موجودين فيها، انا بتكلم عن نفسي، ولكن ده على مدى سنين طويلة. بتربسمك يا فريدر να σας ευχαριστήσω για την καλή και σερνή υποδοχή εδώ στην Ελλάδα από εσάς και μια σχέση που μας συνδέει εδώ και πολλά χρόνια. Έχω επισκεφτεί την Ελλάδα πολλές φορές, μιλάω για τον εαυτό μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ πάλι και θα έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις σίγουρα. العلاقات بين البلدين بتتطور بشكل رائع وعظيم وبتتقدم بشكل كبير. اسمح لي اقول لك ان اتفق معك في ان توقيع اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه كان امر بيعكس حجم التفاهم وقوه العلاقات. الحقيقه انه يعني لو في حد مش عارف انه اليونان من النظم السياسيه اللي بيبقى فيها رئيس الوزراء هو الشخصيه السياسيه الاولى، ولذلك تلاقوا المباحثات السياسيه
تجري بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، بينما بيكون ودي طبعا معمول بيها في أماكن كتير زي بريطانيا وزي كندا، بيكون الرئيس دوره مركز في العلاقات الخارجية، ربما يدي توجيهات لدفع عجلة الاقتصاد وحجم الاستثمارات، لكن بيكون المباحثات السياسية وبيكون المنصب السياسي الأول في الدولة لرئيس الوزراء، يعني النظام مش رئاسي. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم عن توافق مصري يوناني على التصدي للاستفزازات والممارسات الأحادية شرق المتوسط وكل ما من شأنه تهديد الاستقرار بالمنطقة. والسيد الرئيس قال خلال مؤتمر صحفي في أتينا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت مشاوراتنا اليوم التطورات في منطقة الشرق الأوسط بالنظر لما تشهده الأونة الأخيرة من تصعيد على خلفية الاستفزازات والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي وانتهاك سياسات فكرية أو أيديولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف. تعالوا نشوف جزء من كلمة السيد الرئيس وكلمة رئيس الوزراء اليوناني ونرجع معكم. العافية موضوع أساسي من أجل نشر السلام والاستقرار والرفاهية، هذا الأساس، هذا السياق الذي نحن نخدمه وتخدمه مصر ومصر وقبرص واليونان بثبات. أن لقائنا هذا اليوم هنا في أثينا يأتي بعد بضعة أيام من انتخاب رئيس جديد في أمريكا، حيث مما تعلق العلاقات اليونانية الأمريكية فأنا أتطلع إلى أنها ستكون قوية وستصبح أكثر قوة في جميع المجالات وفي سياقات كثيرة. وأنا رئيس بايدن أنا متأكد بأنه سيساهم في وضع أو إشاعة السلام في هذه المنطقة الحساسة، هذه المنطقة التي يعرفها جيدا خاصة من كان يتابعها ويتابعها منذ عشرات السنوات. إن اليونان ترحب مع جميع شركائها في المنطقة، ترحب بعودة أمريكا إلى دورها الرئيسي كعامل أساسي وقيادي في الناتو، وأن تقدر وأن تقيم ما هو دور الرئيس الجديد في عودته إلى مبادئ باريس حول تغير المناخ. وأعتقد السيد الرئيس بأن اليونان ومصر وبشكل إيجابي سيقبلون سيرحبون بمساهمة أمريكا في ما يجري في شرق المتوسط وفي الشرق الأوسط. في هذه المنطقة المتوترة فإن بلدينا قد بنوا مثالا للتعاون والسلام في المنطقة، وقد تم تتويج ذلك بالتوقيع الاتفاقية الأخيرة في 6 أغسطس من أجل التحديد ولو الجزئي للحدود البحرية ما بين البلدين. شكرا منتخب دولة الرئيس كيرياكوس الصديق العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، السيدات والسادة الحضور، أود بداية الإعراب عن خالص سعادتي بالتواجد مجددا في بلدكم الصديق، وأن أتوجه بجزيل الشكر لصديقي العزيز رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن الحكومة والشعب المصري بصادق التعازي لذوي الضحايا من المواطنين اليونانيين المتضررين جراء الزلزال الذي وقع مؤخرا بجزر بحر إيجا، خاصة جزيرة ساموس اليونانية، ونؤكد تدبر مصر الكامل ودعمها لليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عنه. السيدات والسادة، نعلم جميعا حجم الروابط المميزة بين شعبينا وبلدينا الصديقين التي تمتد عبر عصور من التاريخ المشترك والتفاعل الثقافي والمجتمعي الفريد.
وهي الروابط التي أسست لعلاقة استراتيجية بين بلدينا، ونجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك في تطويرها بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهورية قبرص، فضلا عن التشاور السياسي المتواصل والمنتظم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. لقد كان لقاء اليوم مع دولة رئيس الوزراء بمثابة فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، خاصة الدفع قدما بكافة أوجه التعاون الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بتيسير وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية وتنمية معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في قطاعي السياحة والطاقة، مع نية توظيف الزخم الناتج عن القمة الثامنة لآلية التعاون الثلاثي التي عقدت في أكتوبر 2020 لاتخاذ خطوات تنفيذية في المشروعات المتفق عليها. وقد تناولت مشاوراتنا اليوم التطورات في منطقة شرق المتوسط بالنظر لما تشهده في الآونة الأخيرة من تصعيد على خلفية الاستفزازات والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي وانتهاك سياسات أيديولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف، حيث توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، وبما يحول دون السماح لأي طرف بفرض مواقفه العدائية وعلى نحو يحافظ على متطلبات أمننا القومي من ناحية ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى. سيادة اللواء أركان حرب محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. سيادة اللواء، يعني بخبرة سعادتك البحرية الطويلة في مسألة الاستفزازات التركية في منطقة شرق المتوسط، هل ما زالت مستمرة ولا قلت قليلا؟ هل تحتاج من مصر لتدخل شكله ايه؟ لان الرئيس النهاردة قال بما تسمح به القوانين والاعراف الدولية مصر تساند اليونان تماما في يعني ضد اي استفزاز في شرق المتوسط. تمام، اولا تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة. فيما يخص استخدام القوة البحرية، القوة البحرية بتسمى أداة دبلوماسية، يعني بيسموها diplomatic tool. كويس، من الممكن أن تستخدم القوة البحرية للوصول إلى أهداف محددة. الموضوع ده فهمته مصر كويس جدا في الإدارة الجديدة منذ أن تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في البلاد. من سنة 2014، ويمكن حضرتك يعني شفت وكل المشاهدين والمستمعين شافوا وشاهدوا الطفرة الكبيرة في إعادة بناء الدولة وضمنها القوات المسلحة. وطبعا من ضمن القوات المسلحة القوات الأمنية. تسليح طبعا بغواصات حديثة وفرقطات وحاجات، التسليح والتدريب والتدريبات المشتركة إلى آخره. مش ده موضوعي. إنما الموضوع إن بيبني قدرات قتالية حتى تستطيع القوات البحرية أن تؤدي دورها. دورها إيه بقى؟ أولا في تحديات كثيرة جدا زاد مستواها إلى مستوى التهديدات، ومن الممكن في وقت من الأوقات أن تنقلب إلى عدائيات. أخبر حضرتك، ومنها التحدي التركي، ولكنه ليس التحدي الوحيد. وطبعا عشان حضرتك تبقى عارف، من أيام أوباما في 2010 حصل أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت شعار أو أطلقت استراتيجية اسمها Pivot to Asia، يعني يخلي محور القوة في آسيا لمواجهة التقدم التطور الكبير اللي حصل في الصين. وصعود قوتها العسكرية. فبالتالي الأسطول حصل فراغ استراتيجي في منطقة البحر المتوسط كله. بمعنى أن الأسطول السادس الأمريكاني اللي كان موجود
في مجموعة حملات طائرات يعني حملات طائرات هجومية ومعها مدبراتها وغواصاتها وسفن استطلاعها وفرقاطاتها إلى آخره. كل ده ما بقاش موجود، وبقى موجود أربع سفن للدفاع الجوي موجودين في أسبانيا. أيوة. لما بتتطور الأمور في سوريا وخبرها يروح يضرب. معلش أنا طولت عليك كل حاجة. لا يا فندم، بس أنا كنت عايز أعرف، يعني طبعا واضح أن سيادتك بتشير إلى أن تركيا تبحث عن دور لملء هذا الفراغ الاستراتيجي، فلابد أن ده هو حصل في إدارة سابقة أن ادوها هذا الدور. أيوة. لملء هذا الفراغ. أخبر حضرتك، فإحنا ادوها صفقات تسليح كبيرة، عنده تصنيع عسكري، عنده إلى آخره. أيوة. اللي حيقيم التوازن هذا الفراغ هي وجود قوة إقليمية أخرى. أيوة. لازم تتحد مع بعض كويس لتكون عنصر اتزان في المنطقة، لكن غير مسموح أصلا أن في قوة تملك التفوق الكمي والنوعي على كل دول المنطقة في أي مجال. طيب فندم، سيادتك اسمح لي، يعني كنت بسأل حضرتك عن بعد اللهجة الأمريكية الأخيرة الحاسمة ضد تركيا من رئيس أمريكا دونالد ترامب بشأن هذه الاستفزازات، هل في رأي سعادتك ما زالت هذه الاستفزازات مستمرة ولا تراجعت تركيا شوية؟ لا، هو المشاهد حاليا خلاص حاليا أن طبعا تركيا بتتراجع في جميع الميادين، ما حققتش حاجه. تمام. يعني طبعا اتفاق ناغورنو كاراباخ كويس ما فيهوش القوات اللي هي حفظ السلام، روسي بس ما فيش تركي. وما تدخلتش لعرقله هذا الاتفاق، ده يعتبر تراجع. ادي واحد خلاص الى حد ما الاستفزازات في شرق البحر المتوسط برضو قلت. كويس، لما حصل طبعا تهديد من ترامب او قال احنا بندرس ان احنا نشيل الطيران بتاعنا القاعده الجويه من ارجل ونوديها لاحدى القواعد الجويه في جزيره كريت او في اليونان، يعني بمعنى اصح. طبعا التهديد قوي جدا طبعا. خلاص اللي حصل ان الهجمه العسكريه اللي كانت بتدعم بيها والقوات العسكريه اللي كانت بتدعم بيها حكومه الوفاق الوطني دي بس دي وقفت نتيجه لوقوف مصر بصلابه لما سياده الرئيس تحديد الخط الاحمر سيره الجوف وتحديد الخط الاحمر. تمام. خلي بال حضرتك، وخلي بال حضرتك قبل منها هو وقف برضه لانه كان بيعمل مناوره استراتيجيه كبيره. منها مناوره بحريه. أيوة. ولان احنا بنعمل مناوره بحريه وممكن الموضوع يتقل. بص يا فندم، عشان كده يا فندم اللي بيوقف اللي بيوقف اي اللي بيوقف تهديدات وعدائيات مش اي حد. هي القوى الاقليميه. يعني لولا وقفه مصر ممكن القوى الاقليميه او القوى الدوليه تتحرك متاخرا. يعني شوف حضرتك الاستفزازات اللي عملتها تركيا مش 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 لليونان، لا، والفرنسا والاوروبا كلها. ايوه صح. رد الفعل بتاع الاتحاد التركي الاتحاد الاوروبي جاي امتى؟ ده لسه هيجي الشهر الجاي. لسه ما جاش. الا بيكون هناك هو. وبعدين هذا الرد الفعل برضه بيضع في الاعتبار الموقف على الارض. بمعنى ان لو كان الموقف على الارض زي ما كانوا متقدمين في ليبيا مثلا على سبيل المثال، وكانوا هيعملوا ابراج خدت بال حضرتك ويخش ياخد المنطقه بتاعت راس لانوف كلها، خدت بال حضرتك بتاع ولا حد كان هيكل. صح. واخبط ساعتها. فانا عايز اقول ان احنا عشان كده احنا ماشيين في الصح. الردع بايدن قال بقى، ترامب قال، خدت بال حضرتك احنا حطينا خط احمر على الارض، لان برضو احنا كلنا يعني اي واحد النهاردة مبتدئ هيقول لك ان لا يمكن ان تركيا هتبرطع، انا اسف في الكلمة، او يعني يبقى لها هذا النشاط في اذن وفي العراق وفي ليبيا بدون ضوء اخضر من صحيح من امريكا. هو اصلا الهاجس الامريكي هو هاجس روس. يعني ضد الروس. أيوة. فهو عايز يوقف روسيا فاستخدم تركيا في هذا، يعني توافقت المصالح على هذا. بشكرك. طيب. يبقى كل واحد بقى هيبتدي يتوافق. انا عايز اقول القوة الذاتية يا فندم، القوة الذاتية للجيش المصري وللشعب المصري، ووقوف كلنا صف واحد. أيوة. مع اتفاقات التسليح ونمو الدولة
ونمو كل عناصر قوى الدولة الشاملة هو ده اللي وقف. بشكرك فندم سيادة اللواء أركان حرب محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق. أعود للمنامة بالبحرين، حيث أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وذلك للتعزية في وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء البحريني. عبر السيد الرئيس عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. من جانبه أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عن خالص العرفان لللفتة الكريمة من السيد الرئيس السيسي التي تأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، وتمنى لمصر حكومة وشعبا كل سلام وتقدم وازدهار. نقل مع حضراتكم لقرارات الحكومة. النهاردة كان في اجتماع ترأسه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة. الحكومة وافقت على عدد من القرارات أهمها إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل بعد الانتقال للعاصمة الإدارية. وطبعا هنا يدخل جهود صندوق مصر السيادي إنه هذه المقرات كثير منها على النيل، وكثير منها في أماكن متميزة جدا، وكثير منها متهالك كمباني، فيمكن جدا رفع العائد الاستثماري للشعب المصري من هذه المقرات. أيضا منح المحافظين السلطة التقديرية لتعطيل الدراسة كل في محافظته، زي ما حضراتكم عارفين أنه كل محافظة الوضع الانتشار الوبائي فيها مختلف. القرار الثالث والمهم هو إغلاق أي محال تجارية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة البلاك فرايدي. أستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير أستاذ كمال. هل في توقعات فعلا بغلق المدارس في بعض المحافظات؟ يعني احنا عندنا القاهرة اسكندرية اكتر، القاهرة الجيزة اسكندرية اكتر المحافظات اللي فيها انتشار الكورونا. نعم، يعني هو حضرتك اللي حصل ان رئيس الوزراء اعطى سلطة تقديرية للمحافظين، كل محافظ في محافظته، اذا رأى الحاجة لتعطيل الدراسة طبعا فضوء، طبعا الاوضاع الجوية اذا كانت هناك سيول امطار شديدة ويعني اي تقلبات جويه، خصوصا طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، فمن حق المحافظ انه يعطل الدراسه ليعني يوم او غيره، يعني حسب ما يشوف، يعني عشان طبعا يعطي فرصه اولا حمايه ابناء الطلاب، وفي نفس الوقت اعطاء فرصه للاجهزه المحليه انها تقوم بدورها سريعا فيما يتعلق ب يعني التخلص من المياه الامطار اللي ممكن تكون غزيره، او يعني القيام باي عمليات تخص يعني الدفاع المدني او حمايه ارواح المواطنين. فدي سلطه تقديريه اعطاها رئيس وزراء للمحافظين، اذا كان راى المحافظ ضروره ليها بيتخذها يستخدمها. طيب بالنسبه للبلاك فرايداي، هل من المتصور ان يكون هناك زحام على الشراء، ام ان معظم هذه العمليات اصبحت داخل ما يسمى بالاي كوميرس او التجاره الالكترونيه، يعني بقت بالنت؟ يعني هو طبعا يعني المفترض ان يعني في جزء منها بيتم بالتجاره الالكترونيه، لكن ده ما يمنعش ان يعني في ناس بتفضل انها تروح المحلات وتشوف الحاجه بنفسها وتقيس بنفسها وعشان تختار وكده، ويبقى فطبعا في مخاوف ان ده يحصل معاه تزاحم، خاصه طبعا ان احنا يعني في مخاوف من موجه تانية الكورونا. طبعا النهارده وزاره الصحه كانت بتتكلم في مجلس الوزراء بتقدم تقرير مفصل بهذا الشان وعن استعدادات الموجه الثانيه، وخصوصا طبعا الشباب يمكن يعني هم الاقل التزاما، احيانا الشباب بطبيعته بيكون مش محتاج متحرر اكتر بالكمامه ومتحرر، فطبعا ده المخاوف. عشان كده الحقيقه النهارده بالفعل يعني رئيس الوزراء اكد على ضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، وكمان قال ان المحل اللي مش هيلتزم هيتم اغلاقه 3 أيام كنوع من الردع لضمان الالتزام بهذه الاجراءات. طيب بالنسبه للقرار الاول استاذ كمال، يعني في راي حضرتك
ممكن يعود بدخل قد ايه؟ مش بالرقم لكن قد كده ممكن يكون ده مفيد للشعب المصري في تقليل الزحام، انه يبقى في عمارة فيها مئات من الموظفين، انه يبقى في احتمالات للعدوى، مسألة انه يبتدي بقى صندوق مصر السيادي يستلم هذه المقرات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية ويشوف أفضل شكل لاستثمار هذه الأماكن. كتير من المقرات الحكومية بيبقى على النيل وفي أماكن متميزة جدا. ده حقيقي. وبعدين هو القرار ليه أكتر من جانب. أولا طبعا الحكومة بتستعد للانتقال للعاصمة الإدارية. أيه. والانتقال للعاصمة الإدارية كما أكد رئيس الوزراء مش هتكون مجرد انتقال جغرافي، هتكون نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. أيه. وتقدم إلكترونيا، والموظفين اللي هيتم نقلهم هيتم تدريبهم على اعلى مستوى لتقديم الخدمات. ده حاصل. طيب بالنسبه بقى للمقرات القديمه، طبعا حضرتك مع الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده حاليا بيتم تطوير شامل للقاهره التاريخيه. ايوه. وطبعا منها اجزاء طبعا وسط البلد، وفيها اجزاء كثيره منها بتقع داخلها مقرات لجهات حكوميه كتير. طبعا زي ما اكد رئيس الوزراء هيتم اخلاء المقرات القديمه ويتم نقل الموظفين لاماكن اخرى، والمقرات دي طبعا بعضها يدخل في النواحي التاريخيه والتراثيه وتطوير القاهره كمزار سياحي للنواحي التاريخيه، بعضها ممكن زي ما حضرتك اشرت يستفاد به من خلال طبعا الصندوق اصول مصر، ويعني يستفاد به بشكل جيد. لكن في النهايه الحكومه بيهمها ان يتم الاستغلال الامثل لها، ويتم ايضا ده في اطار اعاده الوجه الحضاري للقاهره، ويعني تطوير المناطق التاريخيه تتحول الى مزار سياح وتكون عامل جذب، وفي نفس الوقت يعني تعبر عن وجه الحضاري للقاهره التاريخيه. بشكرك جدا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، والحقيقه كلام حضرتك يعني مهم جدا، لان احنا عندنا مثلا وزاره الخارجيه القديمه، وزاره الخارجيه القديمه بتطل على ميدان التحرير وبتطل على كوبري قصر النيل، وده مبنى فعلا من ارقى واجمل ما يكون، وفي مواجهه مبنى جامعه الدول العربيه، فدي حاجه زي كده فعلا ممكن تبقى مزار سياحي وتاريخي يكمل التطوير الرائع اللي اتعمل في ميدان التحرير، لسه لم يفتتح رسميا لكن طبعا كل اللي بيعدي بيشوف قد كده في تطوير كبير. طيب مجلة المصور بالتعاون مع وزارة الأوقاف بدأت في تنظيم الحلقة النقاشية الأولى ضمن مبادرة نتعايش باحترام متبادل اللي أطلقها دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. شارك في الندوة كما هو أمام حضراتكم في بعض اللقطات التذكارية نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة أو الكنيسة الإنجيلية، جناب الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما في لقاء تعايش باحترام متبادل، وعقد اللقاء في دار الهلال. والحقيقة يعني أنا سعيد أنه كتير امبارح كنا بنتكلم عن مبادرة من وزارة الشباب مع المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، النهاردة بنتكلم عن وزارة الأوقاف مع إحدى المجلات العريقة دار الهلال طبعا ومجلة أكتوبر، بالإضافة للجهود اللي بيعملها إذا كان الأوقاف أو الأزهر أو يعني بيت العيلة أو يعني في جهود بتتكامل لترسيخ هذا المبدأ، فكرة نتعايش باحترام متبادل. بلاش يا جماعة حد يسيء لحد، بلاش حد يجي جنب رموز مقدسات حد، لأنه مهما كان المبرر بترد استفزيت، حد شتم في رمزك فتشتم في رمز، لا بلاش نعمل كده، خلونا نتعلم كيف نحترم بعض. يعني احنا الحتة دي بصراحة ممكن ببساطة، ممكن من غير قصد، ممكن بقصد، ممكن بتآمر، بس فايتانا. تعالوا نشوف تغطية القناة لهذا اللقاء ونرجع مع حضراتكم. نظمت مجلة المصور بالتعاون مع وزارة الأوقاف الجلسة النقاشية الأولى ضمن مبادرة نتعايش باحترام متبادل، والتي أطلقها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وذلك بمشاركة وحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. نتعايش باحترام سواء الديانات المختلفة، الرجل والمرأة،
أيا كانت تنوعاتنا هي تعني الإيمان بالتنوع. إن شاء الله دي مبادرة هامة جدا، وأنا سعيد جدا بهذه المشاركة الواسعة وهذا الترحيب المجتمعي والإعلامي بالمبادرة. إحنا بنخطط لأمرين، التحول بالمبادرة إلى ثقافة شعب، والأهم إن إحنا مع معالي وزارة الهجرة إن شاء الله ومع الجهات المعنية في الدولة ننطلق بها للعالم كله، لأن إحنا لا نبحث فقط عن مصلحة مصر، إنما مصر والمنطقة والعالم. مصر احتضنت الكثير من الجنسيات زي اليونانيين وزي القبارصة وزي الأرمن وزي التلاينة واليهود، كل ده كان موجود على أرض مصر. فمصر نموذج للتعايش السلمي اللي احنا بس بنفكر العالم بيه، وزي ما معالي الوزير قال أنا متفقة معاه إن احنا لازم نعكس الصورة الإيجابية لمصر دي في الخارج. وبالعهد الجديد زي ما برضه هو قال إنه القيادة السياسية تعاملت مع موضوع التعايش السلمي مش بشعارات ولكن بأفعال. كان في مقدمة الحضور بالجلسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والقس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والأستاذ حلم النمنم وزير الثقافة الأسبق، والمهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة دار الهلال، والأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، والأستاذ يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، ونخبة من كبار رجال الفكر والسياسة والكتاب والصحفيين. إن الهدف هو الشعب المصري وثبات الطريق، الجميع في مركب واحد، ولو اختل المركب سيغرق الجميع، لو تعب أحد الأفراد سيتعب الجميع، وإن فشل أي أحد منا سيفشل الجميع، ولكن لو نجحنا النجاح للجميع، والنجاح هو الذي يحقق هذه الحياة الكريمة لنا والأجيال التي تلينا. فالتعايش معا عنوان هذه المبادرة. نجد أن أهم مفاتيح تحقيق الاستقرار والنجاح والازدهار في أي وطن هي كلمة معا. العيش المشترك عاد، نحن نطالب أن يكون كما يقول معالي الوزير، أن يكون باحترام وأن يكون بحب وأن يكون بسعادة. وأريد أن نوسع مفهوم العيش المشترك، وطن واحد ودولة واحدة لكل المواطنين بلا تمييز. الأساس هو لا تمييز، لا تمييز ديني، لا تمييز جنسي، لا تمييز على أساس الثروة ولا على أساس الإقليم. أكد الحضور على النموذج المصري للتعايش السلمي بين الأديان على أسس أرضية وطنية متكافئة، كما أشاروا إلى أن احترام الآخر ليس مجرد تقبله، إنما هو جزء من العقيدة والرسالة المصرية، مع التأكيد على الدور الهام لإبراز هذا الجانب من الثقافة العامة للمجتمع لينعكس هذا بدوره على المجتمع الدولي. بيتر رأفت، مساء الخير، ميسات. مصر ستحصل على 20 مليون جرعة من علاج كورونا المؤمن من لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية. أشار رئيس الوزراء النهاردة أنه تمت الإحاطة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال جافا بحصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات اللي هتنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية. يتم منح الأولوية المستهدفة اللي بتضم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس زي الأطقم الطبية والأشخاص الأكثر تأثرا مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. طبعا ده خبر رائع، لأنه النهاردة تم إحاطة رئيس مجلس الوزراء بالتطورات المهمة اللي قلناها لحضراتكم واللي أعلنت عنها فايزر، شركة فايزر، لقاح فايزر ولقاح أكسفورد، إن هم خلاص تقريبا في نهاية التجارب. ووزيرة الصحة قالت في مؤتمر من يومين إن إحنا مش هناخد اللقاحات بس لمجرد إن الشركات اللي بتنتجها قالت إن هي جيدة وآمنة لا، لابد إن الطوارئ بتاعت منظمة الصحة العالمية تقول إن إحنا تمام أجازنا استخدام
هذا اللقاح، ودي مسؤولية مجتمعية يعني عالمية ومهمة. أيضا مصر بتشارك في التجارب السريرية للقاحين. أيضا احنا العشرين مليون جرعة دول ان شاء الله نحصن بيهم الأطقم الطبية اللي بتعالج كورونا واللي بتخالط بشكل مباشر مرضى الكورونا، وأيضا الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة أو عندهم أمراض مزمنة وبالذات الأمراض التنفسية لأنهم بيكونوا أكثر عرضة ومناعتهم ضعيف. طيب تعالوا نروح لفيينا. فيينا فيها تطورات مهمة. قوات مكافحة الإرهاب في النمسا النهاردة فرضت حراسة مشددة على كارل نهمر وزير الداخلية بعدما تلقى تهديدات بالقتل هو وزوجته وابنيه عبر الانترنت من عناصر إرهابية. مصادر أمنية نمساوية اليوم الأربعاء قالت إن مداهمات بؤر جماعة الإخوان الإرهابية في الولايات النمساوية المختلفة أسفرت عن حصر مبالغ نقدية قدرها 25 مليون يورو نقدا تم مصادراتها من جانب الحكومة النمساوية. أوضحت المصادر اليوم الأربعاء أن الحملات الأمنية بدأت الاثنين أول من أمس كما أشرنا لحضراتكم في أخبار الاثنين، تم خلالها مداهمة 60 شقة سكنية ونادي ومحل تجاري، وتم القبض على 30 مشتبه به أثناء تفتيش المنازل. وذكرت المصادر أن هذه الأموال تخص منظمات إرهابية وإجرامية تستخدم في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتهديد أمن الدولة النمساوية. آخر حاجة بس عايز أقولها لكم أن في مصادر نقلت عن مكتب المدعي العام في مدينة جراتس الكبيرة النمساوية التي تضم أكبر تجمع من جماعة الإخوان تأكيد المدعي أن عمليات تفتيش المنازل لا ترتبط ارتباط مباشر بالهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا يوم الاثنين قبل الماضي. الأستاذ ميناس سويح المحلل السياسي من فيينا، مساء الخير يا أستاذ ميناس. مساء النور أستاذ إيهاب. يعني في رأيك أنه التهديد اللي جه لوزير الداخلية بشكل شخصي نتيجة أقل أهمية من الأخبار الخاصة بالمداهمة والمصادرة والتفتيش والتوقيف، ولا إيه رأيك؟ تمام. هو اللي بيحصل دلوقتي، يعني في المداخلة اللي فاتت قلت لحضرتك إن البلد لازم هترد على اللي حصل يوم 2 نوفمبر بطريقة مختلفة غير اللي كان ممكن بيحصل لغاية دلوقتي. تمام. هو فعلا يوم الاثنين اللي فات حصل حاجة تاريخية في تاريخ النمسا، ان في عملية امنية كبيرة تمت الساعة 5 الفجر لغاية 8:30 الصبح في جراتس وفي مدن تانية في 4 محافظات كان مشترك فيها اكتر من 1000 رجال شرطة. وزي ما حضرتك ما قلت كان في تفتيش في بيوت، في مراكز ثقافية، في مراكز منظمات، وتم التحقيق وحاليا بتحقق ضد 70 شخص، تم القبض على 30 أفرد منهم جزء والباقي بتحقق ضدهم. والتهم هي ان هم بيشجعوا الإرهاب والأفكار المتطرفة، ان هم بيمولوا الإرهاب، وان هم شغالين في مؤامرة ضد الجمهورية النمساوية. في أموال اتجمدت، في موبايلات اتاخدت، ومستندات اتلمت من النيابة. بس الأموال دي يا أستاذ ميناس اسمح لي، يعني الموضوع كبير، يعني 25 مليون يورو نقدا يعني ده موضوع مش بسيط. وإحنا كنا دايما بنحذر من من تسمي نفسها بالمراكز الإسلامية إن لازم يكون نشاطها في أوروبا تحت الرقابة، لأنه من خلالها بيتم تدفق أموال أحيانا تصرف على عمليات إرهابية. بالضبط، وده اللي إحنا كنا يعني بنحذر منه من سنين، وعارفين إن في خلية إرهابية موجودة في أوروبا وموجودة في النمسا مستخبية في منظمات، مستخبية في مراكز ثقافية، وبتاخد أموال، بيجيلها أموال من برة من بلاد خارجية. ودلوقتي دي النتيجة اللي احنا فيها النهاردة. واحنا عارفين ده زيادة على دوت، عارفين ان في 300 شخص سابوا النمسا وراحوا سوريا يحاربوا هناك، من ضمنهم حوالي نصهم فضل في سوريا او اتقتل هناك، والنص التاني رجع النمسا. يبقى ده راجع يعمل ايه؟ ده راجع يهدد امن وطنه الاول بقى.
بالضبط. فدوت اللي راجع دوت ده خطر على البلد اللي هو عايش فيها طبعا. ويبقى فيه منهم مواطنين نمساويين يعني ممكن من اصل خارج بس هو مواطن نمساوي واخد الجنسية يعني. فرد فعل على الامر دوت وبرضه علشان الارهابي العمل الحركة الارهابية يوم 2 نوفمبر كان شخص برضه حاول يسافر بره ورجع بلده وعرف يخدع المؤسسات زي ما قلنا وخرج بدري من السجن. فالحكومة النهاردة قدمت مجموعة قوانين فعلا تاريخية يعني دي مشروعات قوانين يعني بالضبط. ان القوانين دي عمرها يعني ممكن نتخيل ان النمسا تقدر تتحرك بالجرأة دي وبالسرعة ديت. ايه اهم فحوى المشاريع ديت يا فندم؟ اهم نقط في القوانين دي اللي هي لو في شخص اتحكم عليه في قضية ارهابية ان هو حتى بعد لو يخرج من السجن في الإمكانية إنه يتحجز في مركز طالما لسه أفكاره متطرفة وفي خطورة على المجتمع منه. ما هو حكاية أفكاره دي يا أستاذ ميناس أفكاره لسه متطرفة دي هو هيقول لك أنا خلاص ما بقتش أفكاري متطرفة زي اللي فات يعني. لكن فكرة إنه يخضع لجلسات نقاشية ويخضع للمراقبة الحقيقية هل تصرفاته بتأكد صدق كلامه ولا لأ؟ بالضبط. زي ما قلت لحضرتك ان هو يعني في الامكانيه ان الشخص دوت طول ما البلد لسه مش مقتنعه ومش متاكده ان هو ساب افكار المتطرفه دي تتحجز في حاجه زي سجن. تمام. زي سجن. تمام. يعني محبوس تحت سلطه الدوله. النقطه الثانيه ودي اللي حضرتك قلتها ان هيبقى في مراقبه الكترونيه على الشخص دوت لو هو مش محجوز هيبقى في زي جهاز يعني بيلبسه في دراعه او في رجلين تراقب حركاته وطبعا ممنوع عليه انه هو يشيله. طبعا ممنوع يشيله. طيب عايز اسالك يا استاذ ميناس معلش عن ردود الفعل مش في خشيه برضو خصوصا مع التهديد بتاع وزير الداخليه ده انه يحصل رد فعل عنيف ودي طريقتهم يعني بيدفعوا اموال طائله جدا علشان يعملوا عمليه كده تحرك الماء الراكد وتروع الامنين؟ في الحقيقه احنا متعودين ان طول ما الحكومه بتحارب الارهاب ردود افعالهم بتبقى كده بيبقى فيه تهديدات بالقتل تهديدات بارهاب اكتر من كده بس البلد لا يمكن تخضع للتهديدات صحيح. وتخضع للارهاب لازم تفضل في طريقها في مكافحه الارهاب. تمام. والقوانين اللي هتبتدر يعني ان شاء الله ممكن في شهر ديسمبر تبقى موجوده هتساعدنا ان احنا نكافح الارهاب بطريقه جديده بطريقه جديده ما حصلتش لغايه دلوقتي في تاريخ النمسا. بشكرك جدا يا استاذ ميناس. واحنا امبارح كان معانا ابونا لوكاس اللي تفضل مشكورا بتوضيح تفاصيل البيان اللي وضعه نيافه انبا جابرييل وايضا كان معانا سياده السفير محمد الملا ودايما معانا مريان شنوده مراسلتنا في فيينا. وبشكر حضرتك جدا لانه ان شاء الله الاجراءات اللي حضرتك قلتها تكون سبب في ان تظل النمسا بلد امنه وتنتقل منها اجراءات الامن بهذه الطريق. بشكركم مشاهدينا على وجودكم معانا في هذه الفقرة الإخبارية ربما القصيرة نسبيا لأن معانا ضيفين النهاردة فقرتين شديدتي الأهمية. بعد فاصل قصير لالتقاط الأنفاس خليكم معانا. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 36 عنصرا إجراميا
ومصرع عنصرين آخرين بنطاق مديريات أمن الدقهلية والشرقية والسويس وأسيوط، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها مخدرات وأسلحة نارية وسرقات بالإكراه. وضبط معهم 39 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش جرينوف، رشاش بريتا، 31 بندقية آلية، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 412 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 962 قطعة سلاح ناري، من بينها 155 بندقية و103 بندقية آلية و58 مسدساً و646 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1943 طلقة متنوعة، إضافة ل 1399 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 441,167 حكما قضائيا، من بينها 1794 حكم جناية و154,611 حكم حبس و225,862 حكم غرامة و58,900 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 43 متهماً قاموا بارتكاب 85 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 63 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم، وتم إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1428 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1520 متهما وبحوزتهم أكثر من 230.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 222.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 29 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 18.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 143,372 قرص مخدر. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير، حيث شرفني جدا يكون ضيفي في هذه الفقرة في الاستوديو الأستاذ أسامة الدليل، كاتب الصحفي الكبير ورئيس قسم العلاقات الدولية بالأهرام العربي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك. أهلا. أولا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وإن شاء الله دايما بصحة وسلام يعني. شكرك يا فندم. أستاذ أسامة، زيارة السيد الرئيس النهاردة لليونان أعتقد أنها فيها فعاليات مهمة، وأن هي جاية في توقيت صعب كمان، فيعني إطلالة سريعة كده على أهم ما يمكن أن يجنى من هذه الزيارة. لا، إذا بصينا إلى النتائج فالنتائج هي دائما واحدة. هناك علاقة استراتيجية ما بين مصر واليونان. وأيضا قبرص، ولازم ناخد بالنا
من أن منطقة شرق حوض المتوسط هي منطقة أصبحت من المناطق الخطرة. إيه وجه الخطورة اللي حصل فيها؟ الألعاب التركية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة، خصوصا وأنها منطقة تتعلق بالطاقة والمستقبل ومفردات كثيرة لها علاقة بما يسمى الاقتصاد الأزرق. المناطق الحصرية إحنا عملنا فيها ترسيم حدود، تركيا ناوية أنها يعني تشعل هذه المنطقة. طبعا ده كلام له تداعيات خطيرة للغاية، خاصة وأن هذه العربدة أو البلطجة، وده اللفظ الدقيق بتاعها التركية، هي في النهاية بتستقوي بقدرة عسكرية ما. طبعا الكلام ده ما ينفعش. وحتى إذا وصلت الأمور لمداها فيما يتعلق بإيجاد شكل من أشكال الاحتكاك بالجانب التركي، فدول الاثنين عضوين في حلف الشمال الأطلنطي، يعني دي مسألة هتكون صعبة للغاية. مصر في الحقيقة دولة محورية في المنطقة، ودولة فيما يتعلق بحوض المتوسط لا، دي دولة لها ريادة ولها وضع جيوسياسي خاص فيما يتعلق بسياسات، يعني سياسة جغرافية يعني بالضبط فيما يتعلق بحوض المتوسط. وما تنساش ان احنا مصر من الدول القديمة، لو تفتكر حضرتك الاتحاد من اجل المتوسط والى اخره، اذا دورنا في هذا السياق في حوض المتوسط لا، ده دور قديم مش ابن امبارح، ولا ابن اكتشافات الغاز ولا ابن الصراع الحالي. وعلشان كده عايز اقول انه مثل هذه الزيارات، ولكن الزيارة دي بالذات اللي مصر فيها اعلنت وبوضوح دعمها في محاولة اي عدوان، اي نوع من انواع التعدي او تجاوز الحدود، ده اصبح خط احمر جديد بيتحط. ايه اللي بتشوفه حضرتك ممكن مصر، يعني حتى الرئيس كان دقيق قوي بانه قال في اطار القوانين والاعراف الدولية، لانه طبعا مصر مش هتروح تضرب كده يعني، ده في حلف الناتو. شوف عايزين بس انا هكرر جملة انا قلتها قبل كده اكررها المرة الالف، مصر لاعب شطرنج طبعا، اما الافندي اللي هناك فده لاعب قمار، وهناك كثير من لاعبي القمار على الساحة الدولية. لاعب القمار ما بتفرقش معاه لا قانون الدولي ولا أحزانه. أما نحن فنختلف، إحنا ناس بنلعب شطرنج، واللي بيلعب شطرنج بياخد باله بقى من الأبيض والأسود، القانون بيقول إيه، حركتك بتبقى حدودها فين، أيضا تفكر فيما يفكر فيه خصمك. هنا اللعبة هي لعبة ذكاء، التاني لأ، التاني لعبته هي المغامرة والمخاطرة، ممكن توصل لأهدافك بطرق أقل خطورة وأقل مسؤولية عليك. بالضبط. فيما يتعلق بمصر، مصر ملتزمة بالقانون الدولي ومن أشهر الدول في البيئة الدولية اللي بتلتزم بالقانون الدولي. نحن نعلم أن القانون الدولي بينتهك كثيرا، وأنه ناس كتير تملك القوة وبتقول مدام أنا أملك القوة أملك القانون. ولكن مصر ملتزمة بالقانون الدولي، وفي هذا السياق طبعا هيجي دعمنا للحقوق. لأنه إذا أنت بترسم الحدود أنت بتنصاع لقانون البحار، إذا أنت علاقتك بشركائك في منتدى الغاز أو غيره فهذه أيضا علاقة قانونية وبتلتزم بقواعد القانون الدولي. هيجي بقى أردوغان يفرض أمر واقع بالقوة، لا حنخش بقى احنا كده في معادلات أخرى. وأتصور أنه كان فيه نوع من أنواع المناشدة حتى من الجانب اليوناني، أنه الولايات المتحدة ينبغي أن تعيد النظر شوية في سياساتها فيما يتعلق بعلاقتها بأردوغان. طيب بالنسبة لأردوغان وتركيا الحالية، في يعني مقومات فشل كثيرة. أولا هو بيعاني من فشل اقتصادي فظيع وانهيار لليرة بقاله يعني في أقل مستوى من 20 سنة. ثانيا فكرة الاس 400 اللي استفزت الامريكان وخلتهم برضو يدولوا نبرة شديدة اللهجة تجاه تصرفاته في ليبيا وتجاه تصرفاته في الشرق المتوسط. الناتو برضو والمولفة اللي يجب تحصل ما بين الساقة دي وما بين الاسلحة اللي بتستخدم في الناتو. ايه المتوقع لتركيا؟ الى اين ستسير تركيا في الاعوام القليلة القادمة؟ انت بتسأل بسؤال في منتهى الخطورة، لأنك بتقول لي بقى شايف إيه في آخر الشارع، يعني في الآخر خالص. أنا شايف في الآخر خالص أنه ينبغي، إن ما كانش ده هيحصل بشكل طبيعي فيبقى ينبغي على من يعطينه اللي بيعطوه تراخيص التسليح أنه يسحبوا هذه التراخيص. إزاي؟ هو لما جاب إس 400 وجد تحذير
من الولايات المتحدة، هو دخل معهم بترخيص للاشتراك في تصنيع F-35، وتركيا كانت عايزة تقريبا 100 طيارة، فلما أصر على هذه الصفقة واستلمها والأخيره رغم أنها كلفته 2.5 مليار، إلا أن أمريكا سحبت منه ترخيص أنه يشارك في تصنيع F-35. أيضا القدرة اللي قاعد عليها هذا السلطان العثماني هي قدرة سلاح، تراخيص السلاح، وما بينتج ما فيش شيء تركي، هو بينتج بتراخيص فرنسية وإسبانية وإيطالية وبريطانية، والموضوع كبير قوي. يعني حضرتك تقصد أنه قدر يقنع هذه الدول أنه تكلفة الإنتاج عنده هتبقى أرخص؟ هو على لا خالص، هو على مدار سنوات طويلة استطاع أن يحصل على تراخيص تصنيع هذا السلاح على أساس أنه دولة إسلامية قادرة على البيع للكتلة الإسلامية. أوكي. ودي منطقة ممكن جدا تبقى حساباتها مع الغرب تفرق في صفقات السلاح طبعا. ومن ثم ادعى هذه القدرة، وبالفعل عرف يبيع، عرف يبيع لمناطق كتير من العالم، سواء كان عالم إسلامي أو بعض المناطق في أفريقيا. فقدرته على بيع السلاح وانه كمان ياخد حاجته، لانه محتاج سلاح طول الوقت، حاجته من السلاح، مشيت المساله. الكرسي اللي قاعد عليه هذا العثماني في الحقيقه هو ترخيص السلاح، فاذا ما سحب هذا الترخيص هتنتهي حكايته خالص. وانا شايف ده على المدى البعيد، بس القرار بطيء في الاتحاد الاوروبي ويعني بيحتاج لدراسه كثيره، وكل دوله تقعد تشوف مصلحتها ايه. شوف يا فندم، مفيش مستحيلات، لانه اذا كانت الولايات المتحده في موضوع زي الاف 35 المساله ما خدتش 24 ساعه بالظبط، صح، خلاص، فما بالك بالباقيين. يعني انا افتكر انه في صفقه عقدها كده من يجي شهر ولا بتاع مع سلطنه عمان، كان بيبيع لهم برمجيات خاصه بالمراقبه الجويه. هذه البرمجيات رغم انه هو بيقدمها كمنتج تركي انما بترخيص فرنسي اسباني، فالسلاح بأساسه أو المنظومة هي منظومة أصلاً فرنسية إسبانية، هو مجرد بياع يعني. إذا ما انسحب منه ده أنا أتصور أن قصته يعني هتنتهي وهتنتهي خالص. لكن قد يكون اللي حيأخر القرار أين البديل؟ يعني فين البديل اللي ممكن يحقق لي نفس المبيعات ويحقق لي قاعدة إنتاج حربي ويحقق لي. أنا أتصور أن هناك دول مؤهلة لهذا الدور، وأنه ده يعرفه أردوغان كويس، وده جزء من الهستيريا بتاعته تجاه مصر بوضوح. ده كلام خطير. ده كلام خطير يا أستاذ ما أنا أستاذ. بقول لك بالتحليل إن إذا كانت مصر مؤهلة للعب أدوار كمان هي أدوار أكثر احتراماً بحكم من ناحية مكانها الدولي بالزبط. نمرة اتنين، مكانك الطبيعي اصلا في قيادة العالم المسلم مكانة بتنبني على العلم، صح. مؤسسة الازهر مؤسسة ضخمة، وهي ايضا مؤسسة ليها زي بالضبط الكنيسة المصرية ليها قوتها الناعمة، ومن ثم وما تنساش كمان مكانتنا في افريقيا، ما ننساش حاجات كتير خالص. ده اللي قاله إيف لودريان امبارح لما كان عندنا مزبوط. وإن مكانة مصر في الإسلام الوسطي هو ده اللي يرشحها، مش دولة فيها تطرف وبتغذي إرهابيين هي اللي تصنع لي السلاح. وده بقى المغزى الحقيقي لزيارة وزير الخارجية الفرنسي، أنه عندما أراد أن يخاطب العالم المسلم الغاضب خاطب الأزهر وخاطب مصر من مصر صحيح. كل هذا الكلام معناته إيه؟ معناته أن حضرتك لديك المكانة والمكان اللي بيسمح لحاجات كتيرة قوي أنها تتم عبرك، ولا يستطيع أن يفعلها أردوغان. أردوغان عايز يعمل نمط كده من أنماط التجمع الإسلامي غير العربي، واحد. اتنين، عايز بيقيم شراكات على أساس ديني، ولكن أيضا هي أصلا تحالفات عسكرية. يعني لما راح عمل مع ماليزيا وباكستان وإيران وأذربيجان مؤخرا، وده كل دي تحالفات عسكرية. طب أنت جزء من تحالف عسكري أوروبي أصلا، أنت رايح تعمل إيه؟ نمرة اتنين، حتى منظومة الإس 400 يشتري من روسيا سلاح دفاع جوي خطير زي هذه المنظومة لإسقاط إيه؟ لإسقاط طائرات موجودة على الأراضي السورية هي أصلاً روسية، يعني هيستخدم دفاع جوي روسي لإسقاط طائرات
إذا كان الطيران السوري هو روسي أو القاعدة الروسية اللي موجودة يعني تستخدمها في إيه؟ تهديد مصالح روسية بالدرجة الأولى وبالسلاح الروسي. فالراجل ده بيقوم بألعاب بهلوانية كتير، وفيما يبدو أن صبر العالم واحتواء روسيا واحتواء أوروبا له يعني قد بدأت العد التنازلي بتاعه. طب هايل، عايز قبل ما اسيب أردوغان أسأل حضرتك عن برضو فشلوا في العراق، سوريا، ليبيا، وآخرهم ليبيا بعد وقوف مصر وتحديدها لهذا الخط الأحمر وتراجعه، وإن احنا بنحب مصر وعلاقاتنا عظيمة وطيبة وكل بقى اللي جه على لسان أقطاي النائب بتاعه والوزراء بتوعه. عايز أقول إنه في خطورة من ممارساته في ليبيا، وده دايما أتساءل عنها، إنه عمال يحشد بمرتزقة وإرهابيين ومقاتلين أجانب، بعضهم مشي بعد لما اتضيق عليهم، لكن أخشى من انفجار هذا الغرب الليبي بسبب يعني الألعاب الأردوغانية، وكأنه ما بيعملش حاجة، ما بيجيش جنب الخط الأحمر. شوف يا فندم، وجود الخط الأحمر في حد ذاته واحترامه حتى هذه اللحظة من شهر 6 له مغزى عسكري خطير طبعا، ومغزى استراتيجي خطير، لأنه طالما أنك بتحترمه يبقى أنت بتحترم قوي القوة التي وقفت وراء هذه الإرادة، وهي إرادة في أرض مش أرضنا، يعني برا حدودي، ورحت راسم على جغرافيا تانية خط واحترم من الجميع، ده شهادة من الجميع بأنك قادر على أنك إرادتك تنفذ هنا. وعايز أقول أنه مش بس في ليبيا، لا، ما هو موجود في الصومال بقاعدة عسكرية ضخمة، وموجود في السودان وفي مناطق كتير، موجود في قطر، موجود في حتت كتير. كل هذه المغامرات علشان يعمل لنفسه تمدد، يعمل لنفسه تمدد يحمي أمنه القومي. يعني في الحقيقة دي مش مسألة قوة قد ما هو تعبير عن ضعف خطير للغاية، هو بيحاول يستعوض عنه بوجوده في مساحة جغرافية واسعة ملوش عمق استراتيجي، ملوش مجال للأمن القومي بتاعه، هو محبوس أصلاً، ومن ثم وجوده في المسألة الليبية. طيب نمسك وجوده في المسألة الليبية، هو بيقوي طرف يعلم العالم بأسره أنه ده طرف إسلامي إخواني وشغلانة يعني. طيب هو أنت لما هتقف جنب منه حضرتك هتغير المعدلات، هتحيي آمال الجماعة إياها في أن هي تسيطر على منطقة شمال إفريقيا؟ يعني انت متخيل ده؟ طيب خيالك هيجيبك لحد فين؟ ما هو انت ممكن تدعمه في السلطه ولكن مش هتعرف تدعمه في التمدد زبط. يعني انت كده حطيت انت حطيت لبنه خطيره في تقسيم الدوله الى شرق وغرب، فتقسمت عمليا كده ليبيا. مصر ضد تقسيم ليبيا، العالم كله ضد تقسيم ليبيا، وبعدين ده انت بتساند انه طرف. يعني ما هي المشكلة في المعادلة إنه ليبيا تحولت من لاعب في البيئة الدولية إلى ملعب بيلعب فيه أطراف متعددة. أنت جاي بقى كايد مين؟ طيب عايز أسأل سؤال أخير عن القمة المصرية اليونانية، وحنشوف تقرير عنها، وبعد كده هنتكلم بقى في القسم الثاني من اللقاء عن الانتخابات الأمريكية وما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة. القمة المصرية اليونانية وإهداء أعلى تقليد، أرفع وسام وأقدم وسام يوناني لسيادة الرئيس، وقلادة النيل العظمى للسيدة كاترينا رئيس اليونان، إيه الرسالة اللي ممكن تكون بترسلها إقليميا القمة، وبالذات المرة دي وبالذات في هذا التوقيت؟ شوف يا فندم، مسألة أن أقلدك وساما وأن تقلدني وساما هي مسألة رمزية بالأساس، ولكن إيه معناها؟ يعني إيه المعنى السياسي منها؟ ده معناه خطير، لأنه أنا لا أقدرك في شخصك ولكن أقدرك في دورك، أقدرك في بلدك، في نفوذك، في إسهامك في الأمن والاستقرار، في الإسهام الحضاري بتاعك. إحنا ما نقدرش ننكر الإسهامات اليونانية، ولا اليونانيين قدروا يسهموا، وإحنا امتداد لحضارة تقريبا واحدة. وهناك كثير من علماء الجغرافيا السياسية اللي بيقولوا أن الأمن القومي لأوروبا كلها يبدأ من أبو سمبل، يعني دي مسألة مفهومة. وحضارة المتوسط بالنسبة لنا وتأثيراتنا المتبادلة، انظر إلى اليونان وبالذات اليونان. يا أخي أنا أجلس في شاشة أنا عارفها كويس، اللغة القبطية فيها كم حرف يوناني؟ صحيح. يعني خلينا نبقى واضحين حوالين التأثير المتبادل ما بين الثقافات والحضارات. إذن أنا قدام تقدير متبادل
من مصر واليونان لدور البلدين في الحضارة الإنسانية، أكتر منه تقدير شخصي. يعني أكتر منه مش بس تقدير بالضبط، يعني الموضوع أكبر سياسيا من في العلاقات الدولية على الآن. يرسل رسالة تعاون حضاري، تماسك حضاري، ما حدش هيقدر يكسر ده. مزبوط. خصوصا ان هو كان ليه أردوغان كان ليه محاولة خايبة بتاع ترسيم الحدود مع ليبيا، وهو ملوش حدود مع ليبيا مائيا وفشلت الغريب ان هذا الترسيم يعني ملوش علاقة بالقانون الدولي ده. هو اصلا مش ماضي على الاتفاقية الدولية للبحار اللي ما يعني في حاجات مشت بالعربدة يعني. فخلاص هو إلى حيث ألقت، ولكن إحنا هنفضل في سكتنا. والرسالة بالتماسك مصر اليونان قبرص ومنتدى غاز الشرق الأوسط وما أسفر عنه بقى من بالزبط. ونضيف بقى كمان لهذا المثلث فرنسا. أيه. وتقل فرنسا في المجموعة الأوروبية طبعا. هنضيف أطراف كتير، فالراجل معزول أصلا صحيح. فمش دي القضية دلوقتي، قدم القضية هو إيه أسس الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. لأن مفيش تنمية ولا في أي رخاء ولا في أي مكسب صحيح. من بيئة مضطربة صحيح. ومصر هي نموذج لمكافحة الحكاية دي، لأن المطلوب طول الوقت أن تكون هذه المنطقة منطقة أمنيا متوترة إن لم تكن مدمرة يعني. طيب أنا بشكر حضرتك على هذا القسم من اللقاء، وأستأذن حضراتكم نشوف تقرير عن القمة المصرية اليونانية. والحقيقة أن كل المسؤولين الأجانب في لقاءاتهم بالسيد الرئيس أو مهاتفاتهم ليه دايما يشيدوا بقدرات مصر على مكافحة الإرهاب وعلى إقرار السلام وعلى مكافحة كمان الهجرة غير الشرعية. نعلم مدى أهميتها للدول شمال المتوسط. نشوف تقرير ونرجع نتكلم في محور تاني. انطلقت اليوم أعمال القمة المصرية اليونانية التي تعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا، والتي تضمنت جلسة مباحثات معمقة على مستوى القمة لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان في إطار حرص البلدين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص. وقد شهدت الزيارة لقاء مع رئيسة الجمهورية اليونانية ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها واستعراض أفاق التعاون في مجال الطاقة والتبادل الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية. وقد رحبت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله للقصر الجمهوري في العاصمة اليونانية أثينا، حيث عبرت عن فخرها بزيارته للبلاد مؤكدة أن مصر دولة صديقة ورائدة في العالم العربي. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية. ما زال يشرفني الكاتب السياسي الكبير الأستاذ أسامة الدليل. عايز أتنقل مع حضرتك لانتخابات أمريكا وما يحفها من توقعات وتوجسات واضطرابات. والنهاردة فيرجينيا قررت إعادة الفرز اليدوي، هتفرز يدويا بقى لأن في فرق 0.5%. بس الحقيقة الخبر ما كانش بيقول لصالح مين. يعني ايه تصور حضرتك كده ضوء سريع على الانتخابات الامريكية بشكل سريع كده؟ علشان طبعا ده مرة كوميدي يعني خليني ابقى معاك واضح، دي لاول مرة في عمري الطويل لا ارى في الولايات المتحدة سباق رئاسي، لكن انا شايف سيرك انتخابي. وفي فرق بين المصطلحين، بين ان انا اشوف سباق وان انا اقعد قدام سيرك في كل الالعاب ممكنه واسمع في كلام بقى ما كانش بيسمع الا في العالم الثالث، اصوات ميتين وتزوير يعني حاجات كل شيء بقى ممكن.
ودعني أقر بمنتهى. وصناديق جت فجأة. وصناديق زي يوميات نائب في الأرياف الصندوق يترمي في الترعة ويجاب غيره. كل حاجة ممكنة يعني. خليني أقول لحضرتك إنه عندي شوية أسس كده. الأساس الأول بالنسبة لي كراجل بحلل سياسة إنه هذه الانتخابات تخصهم. ما تعنينيش. أنا يعنيني الناتج. البيت الأبيض في الآخر هيقعد فيه حد. هذا الحد اللي هيقعد في المكتب البيضاوي سياساته الخارجية هيبقى شكلها إيه بالذات فيما يتصل بالمنطقة بتاعتي. أما بقى السيرك ده المتعة. اتفرج زي ما أنت عايز يعني. دي نمرة واحد. نمرة اتنين إنه إحنا وإحنا بنتكلم دلوقتي حالا على الهواء في عملية فرز. آسف عد. لسه شغالة. إذن العملية لم تنتهي بعد. من الذي نصب بايدن رئيسا؟ الإعلام وتويتر وفيسبوك وبتاع. هل دول أصحاب السلطة في الديمقراطية الأمريكية؟ ده سؤال لازم يتسأل. إذا كانوا دول مكان المحكمة العليا، إذا كانوا دول مكان المجمع الانتخابي، إذا كانوا دول مكان الكونغرس، خلاص نتعامل على أن الديمقراطية الآن أصبحت في إيدين شركات التكنولوجيا والإعلام، بدليل أنه هو ألقى خطاب النصر وكأن الموضوع حسن يعني. خلصان بقى إذا كانت هتتحسم على الفيسبوك، خلاص نحسم الأمور يا أخونا. دي ديمقراطية جديدة. ديمقراطية رقمية اللي بيقودها لا التصويت ولا أي حاجة ولا الورق، اللي بيقودها دلوقتي اللي بيقودها دلوقتي شركات التكنولوجيا والإعلام. مش معنى ذلك إمبراطورية السيليكون زي ما يسموه بالضبط. وادي السيليكون اللي كانوا بيتكلموا عليه. الجنب الثالث اللي بيتعلق زي ما قلت لحضرتك باهتمامنا، مصلحتنا يا ناس. ما نبصش على أي حاجة إلا من باب مصلحتنا. العالم كله بيترقب هذه الانتخابات، كل واحد مع الملف بتاعه. اللي بيحصل ده تأثيره إيه على الملف بتاعي؟ هم أحرار. المواطن الأمريكي هو حر يعمل اللي عايز يعمله. لكن وأنا قاعد في اللحظة دي أنا أعرف كويس النمط السياسات الخارجية اللي بيتبعها ترامب، الرجل اللي عارفينه. أو هذا هو الشيطان الذي نعرفه، الشيطان الذي لا نعرفه، وإن كنا عندنا بينة وعندنا خبرة في التعامل معاه. يا ترى إيه نمط سياساته الخارجية؟ عايز أنبه لأن السياسة الخارجية ده مش قرار. السياسة الخارجية دي بنت التفاعل. يعني قول اللي أنت عايز تقوله في الحملة الانتخابية، قول. دي مجرد قائمة بالأماني. انت عايز تعمل ايه؟ لكن في اللحظة اللي انت فيها، وهي طبعا تصنع لمغازلة الأصوات كمان بالزبط. يعني اللي بيحصل في المرحلة دي غالبا ما بنشوفش كتير مزبوط منه. مزبوط. ولكن في اللحظة اللي بتصنع فيها القرار في السياسة الخارجية، لا دي لحظة بقى فيها تفاعل. فيها فعل ورد فعل. ومن ثم عندما أنظر إلى مصالحي ومصالح المنطقة، وأنظر إلى اللي جاي، سواء كان هيستمر ترامب، في كلام انه ممكن، محدش يعلم حاجه. امبارح وزير الخارجيه مايك بومبيو قال سيتم تسليم ثالث للسلطه لولايه تانية للرئيس ترامب. كله ما قلنا ده سيرك يا استاذ فلسيب. اللي عايز يقول يقول. كل واحد عايز يقول حاجه يقولها. انا يعنيني يوم 21 يناير اللي جاي مين اللي قاعد في المكتب البيضاوي. يعني ربما 14 ديسمبر قبل 21 يناير لان هتكون حسمت. يعني خليني للاخر. في لسه مجمع انتخابي. وفي لسه كلام كتير. لجنة الفدرالية. وارد ان يكون في خاونه على فكره. وارد جدا. وفي سوابق. يعني كل شيء اللي هي فكره ان تبقى الاغلبيه في الولايه لحد، والعنصر بتاع المجمع الانتخابي يدي الصوت لحد. كل شيء وارد. فما فيش مستحيلات يعني. فخليني طول الوقت اقول لحضرتك انه نمط السياسات الخارجيه ايه اللي يقلقني؟ ان اجد اداره تدعم الاسلام السياسي. في اللحظه دي هنا استاذ اسامه. في كذا قول يعني. في اقوال بتقول زي ما حضرتك تفضلت، نشوف كان ايه لما كان مساعد لأوباما بالزبط. ونشوف الحزب الديمقراطي كان بيشوفنا ازاي، وهيلاري كلينتون والايميلز المسربه و وفي قول تاني بيقول الديمقراطيه دي ديناميكيه، والمنطقه في 2016 او سوري في 2008 ايام اوباما ما هياش المنطقه في 2020، يمكن ان يعني يخيل عليها العيب دي. وجهتين النظر صح. الاثنين صح. الاثنين صح. ليه؟ لانه ما فيش يقين. ومن ثم انت ترجح، رجح ده اجتهاد. واخر يرجح برضه ده اجتهاد. ولكن في النهايه زي ما قلت لحضرتك مين اللي هيقعد؟ هبتدي بقى اتفرج على نمط حركته. الاكشن بتاعه. بمعنى قد اكون انا بايدن في 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 الحركه ويكون العقل اوباما. وارد. ممكن انه يكون بايدن هو منظومه، يعني هو جاي من باب انا عارفه وخبرته قبل كده.
وعايز الكل يعرف انه ممكن امريكا ممكن تتغير ما تتغيرش، مش دي القضيه. القضيه انت تغيرت ولا ما تغيرتش، لانه هو لو ثبت على حاله او تغيرت سياساته هو بيتعامل معاك في اللحظه اللي هيتعامل فيها معاك، وبعدين مش هيبطل يدافع عن مصالحه، ومصالحه هي الاساس، ونحن ايضا مصالحنا الاساس، واحنا مش الا صح. يعني لا مصر الا، لا المنطقه قليله، لا قدراتها قليله، ولا مصائر الدنيا بتتحدد من واشنطن. وعلشان كده زي ما قلنا، ايه وجه القلق وبالتالي المتابعه اللي انا اراه انه امريكا بنمط ديمقراطيتها قد اصابها ما اصابها في السيرك ده، وانه ما عادش ينفع مره اخرى ان يجي يفرض نمط معين ويقول لي دي الديمقراطيه امشي على الكتالوج ده. لا، انت اثبت لي بقى حضرتك بكل طرق الاثبات انه عندك ما يعيب، عندك مشاكل، وبعد انت عندك مشاكلك. قالوا اهلا بامريكا في نادي دول العالم الثالث عشان الخروقات الانتخابيه دي. طب في نقطه، وعندك تمييز عنصري بالدستور، طبعا، وعندك الشرطه اللي مش عارف بتعمل ايه، اللي قلبت الدنيا على دماغي علشان لا ما تكلمنيش في ملفات كتير من الانف صاعدا بقى، لانك اتكشفت عندي قوي. الداخل الامريكي يا استاذ اسامه اللي هو حضرتك قلت برضو لا يعنيني، بس في حته تعنينا، وهي استقرار هذه المنطقه كمان، خصوصا ان في مهاجرين مصريين كتير هناك. يعني مساله انه ناس كتير بدات تشتري سلاح، مساله انه الناس بتغطي زي ما كانوا ضيوفنا من نيويورك كانوا بيقولوا لنا انا بكلمكم دلوقتي وامامي يغطون زجاج الشبابيك بخشب علشان احتمال تطاير الرصاص. هل في خوف فعلي خليني ان الصراع الانتخابي يتحول لصراع قانوني، يتحول لصراع مسلح؟ طب خليني ابقى مع حضرتك شريف واتكلم برضو كمحلل محايد. ايوه، الاثنين ترامب وبايدن استخدموا سياسات الخوف، الفير بوليتكس. الاثنين استخدموا التخويف. وباعوا سياسات الخوف من الاثنين، وفي ظرف خطير. يعني ناس بالاساس احنا بنرجع يا استاذ اسامه نشوف ان الحكام بتوع الدول العربيه اثناء الربيع العربي ما كانش ده كلامهم، ده كان كلام هناك اللي هو يا انا يا الفوضى. نفس ما هقول كل حاجه. فواحد، الاثنين اشتغلوا بسياسات التخويف. نمره اثنين، وده الخطير جدا، ان فعلا في اساس للخوف، في كورونا وفي الاقتصاد. صحيح، حاجتين ما تقدرش تغلب حاجه على حاجه. ففيهم واحد غلب حاجه على حاجه، ترامب غلب الاقتصاد. التاني لعب، لا ما تبقاش كده، كورونا الاول وبعدين الاقتصاد. يعني هما الاثنين متفقين على انه في تهديد، والناس عايشه في ظل التهديد، تهديد لقمه العيش والوظائف والضرائب اللي ممكن تيجي او ما تجيش، والثانيه الحاله الصحيه طبعا. كورونا الحياه كلها، لا هناك 10 مليون مصاب، ما مش وصلنا لاكثر امبارح لاول مره 200 الف مصاب في يوم في امريكا الحقيقه. يعني ربنا يكون اذا اذا في مصيبه في الولايات المتحده. هذه المصيبه على دماغ الكل. ماشي، ومن حق الكل انه يخاف. هذا الخوف ترجم نفسه في هذا الاقبال التاريخي على التصويت. يعني الناس من كتر الخوف، استغلال الحق بالظبط، راحت من خوفها. حلو، لان ده بالنسبه لي ترجمته حاجه واحده، مصير. بالظبط، ده بقت مصير. ومن ثم الكل تزاحم على موضوع الاقتراع، فطلعنا بنتائج يمكن تاريخيه لاول مره تحصل طبعا في تاريخ الولايات المتحده. طبعا اكثر من 160 مليون مصوت في امريكا راحوا صوتوا، ده رقم مش طبيعي. هذا التخويف منطقي، انك تلاقي في حد بقى في الوسط يجيب سلاح، ما هي الدنيا بايظه، تخويف بقى. ما تنساش كمان ان النتيجه اللي احنا واقفين عندها تكاد تكون قريبه أوي. يعني حتى اذا هو بايدن، ما تنساش ان نصف الشعب الامريكي صوت ضده. صح، والعكس بالعكس، دي ليها اهميه في هيكمل ازاي. بالظبط، بايدن كمان استطاع وبذكاء، راجل قديم ومخضرم ومدقدق وبيفهم في البيروقراطيه، انه يحول الانتخابات من سباق بين مرشحين الى استفتاء على شخص واحد، بحيث انك يا تديله يا كيدا فيه بتديني. يحول التصويت الى ثأري. فده راجل قديم فاهم البيروقراطي كويس. التاني فين بقى؟ على ما فهم بيروقراطي، وابتدى بقى يمشي بقى وزير الدفاع، وهيمشي بتاعت السي اي، ده لسه هيعمل عمليه سودا كتير. طب يا فندم، يعني معلش في الدقيقه اللي فاضله، او ما فاضلش ما فاضلش، يعني فكره حركه وزير الدفاع وحياتك بتقول كمان السي اي دي من اجل ايه؟ من اجل ما يجب، ما كان يجب ان يكون مثلا، ولا ايه تقصد؟ لا، إيه؟ هو في عنصرين بيروقراطيه، عنصرين، طالما ان احنا في دقيقه مش عارف اشرحهم، لكن في عنصرين. عنصر منه انا بيروقراطيه وزاره الدفاع وديته بتاعي،
دخوله مستشفى والتر ريد وخروجه من كورونا هو ومراته في أقل من 48 ساعة، ده حط عليه ختم سائط لأنه أعطى البرهان لخصومه أنه يملك الحل ولكنه ولم يمنعه. الجزء الثاني الخاص بالهستيريا بتاعة أعمل إيه وما أعملش إيه في اللحظات الأخيرة. هو صحيح إحنا تعودنا على إن الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة بتاعته بيكون بط عارجة، ولكنه يمتلك كل الباورز، يعني يقدر يقيم حرب دلوقتي حتى 9 يناير طبعا يستطيع من هنا لحد لأنه يشن حربا. يقدر. أستاذ أسامة أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي. شكرك يا فندم. مرة تانية بقول لحضرتك ألف حمد لله على سلامتك ودايما ربنا يديك الصحة. أشكرك جدا، شرفتنا جدا. الله يعزك يا فندم. جزيل الشكر للكاتب السياسي الكبير الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم العلاقات الدولية وخبير العلاقات الدولية بالأهرام العربي. فاصل قصير ويكون معانا بقى الكلام عن ناخد من كلام أستاذنا أستاذ أسامة عشان نتكلم عن توقعات الموجة التانية لكورونا مع دكتور أشرف عقبة. خليكم معنا. مشاهدينا أهلا بحضراتكم مرة تانية في الاستوديو مع ضيف عظيم آخر الحقيقة بشرفني، الأستاذ الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة والأمراض الباطنية بكلية طب جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ دكتور أشرف. يعني موضوع الموجة التانية محير مقلق، والحقيقة أنا احترمت جدا أنه مصر قالت أنا مش هستخدم اللقاحات للطوارئ إلا لما الـ WHO منظمة الصحة العالمية والطوارئ فيها تقول ان ده لقاح آمن، يعني مش زي في دول استخدمت بالفعل، مش كده؟ لازال حتى هذه اللحظة الحقيقة كل اللقاحات اللي وصلت الى المراحل الأخيرة من التجارب السريرية لم يتم الحصول على موافقة من منظمة الصحة العالمية على استخدامها في بشكل او بنطاق كبير داخل هذه الدول، لأن منظمة الصحة العالمية الحقيقة بتفحص أي لقاح مزمع استخدامه وتتأكد من نتائج المراحل الأخيرة من التجارب علشان تضمن الأمان والفاعلية عند الاستخدام. طبعا مش الأمان والفاعلية بس، وكمان الأثر على المدى القصير والمدى الطويل، لأنه زي ما حضرتك تعرف أنه كل دواء بيبقى له بعض المشاكل وبعض الأثار الجانبية، وبالتالي لازم يكون في نوع من الأمان بعد إتمام الدراسة ونشرها وفحصها من قبل حتى جهات مستقلة عن الجهات اللي هي بتنتج اللقاحات بالظبط. طب هل يا فندم منظمة الصحة العالمية بتاخد وقت طويل في مسألة الفحص دي، ولا متابعتها لدرجات الأمان خطوة بخطوة والزيارات اللي بتحصل للشركات وللمصانع ده بيغنينا؟ يعني هنوصل سريعا؟ يعني مثلا ألبرت اللي هو مدير رئيس مجلس إدارة فايزر قال إن احنا هننتج 50 مليون جرعة من اللقاح ده قبل نهاية 2020، فهل هتسعفنا المنظمة ولا بتاخد هي عادة وقت طويل في إقرار الأمان بتاع اللقاح؟ لا، هي بتفحص نتائج البحث نفسه وبتشوف هل النتائج دي تمت من خلال تجارب، يعني تم مراعاة كل أصول الأخلاق المهنية فيها. أيه. وبالتالي ده مش بياخد وقت، لأنه هنا هي بتفحص النتائج إنما مش بتعمل دراسات أخرى بعد هذه النتائج ما يتم عرضها. لكن حتى الشركات دي بتعمل بعد المرحلة الثالثة، بتعمل مرحلة اسمها مرحلة ما بعد التسويق، برضو للاطمئنان على استمرار برضو النتائج. استمرار النتائج الفعالة والآمنة، وما يبقاش في أي أثار سلبية ولا يضطروا أنهم يسحبوا هذه اللقاحات من الأسواق بعد طرحها على طبعا المجتمعات طبعا، او يتقال انها معيبه ودي شركات مالتي ناشونال، يعني اي حاجه تضر سمعتها يعني طبعا. ويمكن احنا بنتابع مثلا لقينا انه بعض الشركات الكبيره اللي بتنتج اللقاحات وفي مراحل التطوير الاخيره اوقفت التجارب لما حصل مثلا ظهور بعض الاعراض الجانبيه حتى في الفريق نفسه بالظبط كده، واستدعت شركات مستقله بعيده عن
المجموعة اللي هي بتعمل التجارب علشان تفحص النتائج وتتأكد فعلا انه هذه الاثار السلبية يا اما انها ملهاش علاقة بالدواء او انه علاقتها بسيطة ما نقدر يعني نقدر نتقبلها كاثر جانبي مثلا بالنسبة لبعض الحالات. هو اللقاح ده فندم متوقع انه يبقى تطعيم علشان الواحد ما يجيلوش كورونا، هل متوقع انه هو يبقى حقنة مثلا ولا حباية ولا لسه دي في المراحل الاخيرة ولا ايه؟ حضرتك الحقيقة فتحت الموضوع اللي أنا عايز أتكلم. اتفضل. طيب، هو اللقاح اللي بتنتجه شركة فايزر بالتعاون مع شركة ألمانية اسمها بايونتك. فايزر أمريكية مش كده؟ بالضبط. والشركة الألمانية اسمها بايونتك. أوكي. بايونتك بالمناسبة هي صاحبة الفكرة. إنما المنفذ والممول هو شركة فايزر. تمام. وبالتالي شركة فايزر بدأت تستحوذ على الفكرة نفسها علشان تبدأ في عملية الإنتاج. والفكرة الحقيقة فكرة جيدة جدا، لأنها فكرة تعتبر من الأفكار الجديدة في اللقاحات عموما. لأنه هنا هم بيستخدموا الهندسة الوراثية في أنهم ياخدوا جزء من الشفرة الجينية بتاعة الفيروس والمسؤولة عن تكوين الشوكة البروتينية بتاعة الفيروس. زي ما حضرتك بتعرف أنه تكوين فيروس كورونا عبارة عن غلاف دهني، لكن على الغلاف الدهني ده في شوكات بروتينية وهي دي أيوة هذه النتوءات هي اللي بتسمح أنه الفيروس يقدر يخش جوه الخلايا. علشان كده فيروس كورونا يعني مختلف وله طبيعة خاصة عن فيروسات أخرى كثيرة، لأنه عن طريق الشوكة البروتينية دي هو بيقدر ان هو يدخلها في مستقبلات في الخلايا البشرية فتقوم تفتح الخلية ويقدر يخش جوه الخلية. طب وايه، هل الفكرة هي تقليم هذه الأضافة؟ الفكرة بقى الحقيقة انا يعني ايه جايب رسم كده اتعشم ان انتوا تقدروا تعرضوه، هينزل حالا على الشاشة. طيب في الرسم ده هنا الرسم ده بيوضح الحقيقة فكرة اللقاح اللي بيتم فعلا تطويره عن طريق شركة فايزر. احنا شايفين فوق النتوءات اللي حياتك بتكلم عنها. بالضبط، هذه النتوءات هي دي الشوكات البروتينية المتخصصة في انها يستخدمها الفيروس في الدخول جوه الخلايا. استطاعت الشركة انها هي تعمل ايه؟ تاخد الشفرة الجينية في الجزء الوسطاني بقى من الرسمة، هنبص نلاقيها خدت الشفرة الجينية اللي هي على الشمال دي. هي دي المسؤولة عن تكوين الشوكة. تمام. ويتم حقن هذه الشفرة الجينية داخل الأشخاص اللي هم المتطوعين حاليا. كويس. أو الناس اللي هتتلقى اللقاح بعد كده. تمام. لما بيحقن الشفرة الجينية ده هي جوه جسم الإنسان، تبدأ الخلايا اللي هي باللون الأزرق دي تنتج أشواك بروتينية شبه بتاعة الفيروس. دي الخلايا اللي موجودة في الجسم، خلايا جسمنا احنا. تبدأ تنتج أشواك جينية، أشواك شبه بروتينية المحيطة بالفيروس، شبه الفيروس. يبقى كده احنا ما دخلش جسمنا فيروس خالص، احنا كده استخدمنا الهندسة الوراثية في اننا ناخد الشفرة الجينية دي وجسمنا هو اللي ينتج الشوكة الجينية بتاعة الفيروس. طيب ايه بقى النتيجة بقى؟ ايه علاقة اللي احنا بننتجه من اشواك بالاشواك اللي جاية لنا؟ بقت شبه بتاعة الفيروس. تمام. كده النظام المناعي بتاعنا هيشوف الشوكة البروتينية دي ويبدأ يطلع لها اجسام مضادة. كويس. لما جسمنا يطلع اجسام مضادة ضد الشوكة اللي احنا البروتينية دي اللي هي احنا اللي بنطلعها، فيبقى كده الأجسام المضادة دي تبقى موجودة جاهزة، بحيث لو دخل فيروس عنده شوكة بروتينية شبه اللي موجودة عندنا شفرة المقاومة بتاعته موجودة، يبقى احنا كده استخدمنا جسم الإنسان في إنتاج الشوكة البروتينية وإنتاج الأجسام المضادة اللي هي ضد الفيروس. فكرة ذكية جدا، فكرة طبعا في منتهى الذكاء عليه. وبالتالي هذه الفكرة الحقيقة بيستخدمها شركتين دلوقتي. شركة طب معلش اخر سطر كده عشان نقدر اخر سطر هنا انه لما بدأ جسمنا ينتج الشوكة الجينية الشوكة البروتينية اللي هي باللون الاحمر دي، ايوه، النظام المناعي بتاعنا بيبدأ على طول بيشوفها يقوم مطلع لها اجسام مضادة اللي هي بقى ايه المستطيلات دي الاشكال الزرقاء دي، المستطيلات الزرقاء دي تقوم تمسكها. فبالتالي احنا كده يبقى جسمنا مجهز بانه عنده اجسام مضادة تمسك على طول الشوكة الاصلية بتاعت الفيروس، فما تقدرش عند التعرض للفيروس اللي عنده شوكات زي دي
على طول جسمنا يكون كون أجسام مضادة ويقدر على طول. يعني ما تقدرش الشوكة بعد كده بتاعت الكوفيد 19 تخترق الخلية بتاعت جسم الإنسان. لأنه كده بقى فيه عند هذا الشخص اللي حصل على اللقاح فعلا أجسام مضادة قادرة على أنها تهاجم هذه الشوكات البروتينية اللي بتبقى موجودة في سطح الفيروس بتمسكها على طول وتتخلص منها. هل أكسفورد بيعتمد على فكرة مختلفة؟ اللقاح أكسفورد؟ بالضبط. احنا عندنا شركتين بيشتغلوا على المسنجر RNA ده اللي هي بنفس الطريقة اللي عاملاها اللي انا شرحتها دلوقتي. شركة فايزر ومع بايونتك الألمانية وشركة تانية اسمها موديرنا برضو أمريكية هي اللي بيعملوا اللقاحات بنظام المسنجر RNA أو بنظام الشفرة الجينية دي. أما اللقاح بتاع أكسفورد فهنا ده بنجيب فيروس اللي هو أدينو فيروس فيروس بيسبب البرد عندنا ونحط عليه الشوكة الجينية بتاع الشوكة البروتينية بتاعة الفيروس ونحقنها جوه الإنسان. فهنا بقت الطريقة بتاعة اللقاح بتاع أكسفورد احنا بناخد جزء من الفيروس بالشوكة البروتينية بتاعته ونحطها على فيروس وندخلها جوه جسم الإنسان. بس هنا الشوكة اللي استخدمناها بتاعت الفيروس مش شوكة جسمنا هو اللي انتاجها. تعمل لنا خطورة تانية مش عشان كده بالضبط في احتمال انه احتمالات الإصابة بالفيروس او بمشاكله هتبقى اعلى شوية من بتاعة المسنجر. لا انت خدت جزء من الفيروس ودخلته جسمك وانت لسه ما عندكش يعني ما عندكش حاجة. لكن التاني انت ما دخلتش حاجة من الفيروس خالص انت يدوب بس خدت اجسام مضادة. انت كونت من برة من خلال الهندسة الوراثية مسنجر RNA ده. اللقاح بتاع أكسفورد واللقاح بتاع الصين واللقاح بتاع روسيا بيعتمد على نفس الفكرة. بس هنا العائل أو الفيروس الحامل مختلف شوي. بتاع أكسفورد هو أدينو فيروس، بتاع الصين أدينو فيروس، بتاع روسيا هم حاطينه على أدينو فيروس خمسة رقم 5 ورقم 26. إنما بتاع الصين يعني علشان كده بتاع روسيا بناخد جرعتين، جرعة مرة والأرقام دي بتعني إيه يا فندم؟ بتعني التكوين بتاع ما هو الفيروس نفسه ليه سجل. فإحنا بناخد الفيروس رقم تكوينين من اللي هو عملهم قبل فيروسين. إحنا بناخد فيروسين كحامل في في اللقاح الروسي يكون أأمن لأنه يعني أأمن بيؤكد الوصول أكتر ضد حتى التحور اللي ممكن الفيروس يعمله مثلا. لا فكرة التحور دي قضية تانية. إنما هنا أنت حملت الشوكة البروتينية مرة على فيروس اللي هو رقم 5 ومرة على الفيروس رقم 26 ده في اللقاح الروسي فهو هنا بيستخدم فيروسين كناقل. إنما اللقاح الصيني بيستخدم فيروس واحد كناقل واللقاح الأكسفورد بيستخدم فيروس واحد كناقل. هنا بقى بتاع فايزر وبتاع موديرنا هو استخدم المسنجر RNA بس ومن خلال هندسه وراثيه. ده واضح ان هو يعني في تكنولوجيا اعلى شويه يعني هو في درجه امان اعلى بالظبط لو بعدنا عن مخاطر الهندسه الوراثيه في حد ذاتها. فكره التخليق ديت طبعا هي الفكره هنا انه بيقلل تعرض لمشاكل الفيروسات بيحمله على يعني بيستخدم جزء من الفيروس بس من خلال ان هو استخدم الشفرة الجينية اللي بتكونه فخلى جسم الانسان هو اللي يعمل الشوكة البروتينية. يعني نقدر نقول يا دكتور انه أكسفورد ومثيلاته ممكن لو ما جابش نتيجة يبقى في خطورة وجود جزء من الشفرة الجينية بتاعت الفيروس جوه جسم الانسان هو حطهوله. هي الفكرة انه أكسفورد والصين وروسيا اللقاحات الثلاثة دول اللي هم تم الإعلان عنهم يعني وصلوا إلى المراحل الأخيرة من التجارب السريرية كان استخدامهم هنا لجزء من الفيروس. أما فايزر وموديرنا مش بتستخدم جزء من فيروس كورونا. ما انا بقول ده الفرق. ما انا بقول لحضرتك يعني هل اللقاحات الثانيه المثيله اكسفورد لاكسفورد والصين وروسيا هل في خطوره ان هو حقن المجرب عليه بجزء من الفيروس حتى لو ما جالوش فيروس كورونا تظل في خطوره كمان في جسمه ولا ده ما ظهرش لسه؟ ده الحقيقه اللي ما ظهرتش المشكله دي بشكل واضح زي ما حضرتك بتقول لانه المشكله
مش بس في الشوكة البروتينية، احنا كمان بنتكلم على الفيروس اللي نفسه. هو الشريط الوراثي نفسه. ولانه الفيروس ده اللي هو الشريط الوراثي بتاع الفيروس هو ده المسؤول عن المشاكل كلها. والشريط الوراثي هو ده اللي بيحفز النظام المناعي عندنا على انه من ناحية انه يهاجمه وانه يطلع كيماويات تهاجم. هذه الكيماويات صحيح بتهاجم الفيروس لكن في بعض الأحيان بتأذي أجسامنا. وعلشان كده هو ده اللي بيحصل نتيجة رد الفعل المناعي الزائد واللي بنسميه عاصفة السيتوكينات في بعض الحالات اللي بينتج عنها أعراض خطيرة وبيكون فيها مجموعة من الأعضاء المهمة اللي بيحصل فيها نوع من الفشل، زي مثلا فشل الكلى وفشل الأوعية الدموية وفشل القلب نتيجة ردة الفعل المناعية الشديدة كبيرة. اللي هي عاصفة السيتوكينات. طيب ال 90% اللي هم وصلوا لهم دول يعتبروا نتيجة مرضية ولا ال 10% اللي فاضلين مهمين نستناهم؟ واحنا كده كده هنستنى لما منظمة الصحة العالمية تقول، لكن يعني اصل اقول وصلنا للنتيجة جيدة نقدر نبتدي نستعمل لو منظمة الصحة بكرة قالت اوكي. خلينا الاول نتكلم بشكل علمي يعني. ما فيش اي نوع من العلاج عنده قدرة على ان هو يعمل نتيجة بنسبة 100%، بس على الاقل ما يكونش فيه خطورة. بالظبط يعني دي بس خلينا نقول انه نسبة الشفاء في كل الأدوية اللي احنا بنستخدمها لا تصل الى مستوى 100% طبعًا. في معظم الحالات طبعًا. وبالتالي ان شركة فايزر تقول انه نتائج استخدام هذا اللقاح وصلت الى 90% فدي تعتبر نتيجة عالية جدا. بالمناسبة 90% دي ليها حسبة لانه هم حددوا رقم انه هم جايبين مجموعتين، مجموعة من الأشخاص من المتطوعين يعني بيشتغلوا على حوالي 44 ألف متطوع في المرحلة الأخيرة دي. مجموعة بيستخدموا اللقاح اللي هو مزمع استخدامه ومجموعة تانية بتستخدم لقاح وهمي، يعني حاجة علشان يقدر يأكد يعني الفرق بينهم. وهو علشان يحصل على النتائج أو ينهي التجارب بيقول أنا والله عايز أشوف على الأقل 164 حالة تم إصابتها من المجموعتين. لغاية دلوقتي حصل إنه في حوالي 94 حالة تم إصابتها. وبالتالي كانت نتيجة الناس المصابة معظمهم من اللي أخذوا اللقاح الوهمي مش الناس اللي خدت اللقاح الرئيسي. وبالتالي ده اللي بيخليه بيقول إنه اللقاح الرئيسي اللي أنا بستخدمه أو هطرحه للسوق فاعليته نسبتها 90%. هو عايز يوصل بقى لرقم 164 حالة من الإصابة. إذا وصل إلى هذا الرقم وهو يبقى متوقع 100% يبقى معنى كده إن هو أنهى التجارب. تنتهي التجربة عند لما يتم فعلا حدوث 164 إصابة من المجموعتين. هيشوف بقى كم واحد أصيب من المجموعة اللي خدت اللقاح الرئيسي وكم واحد أصيب من المجموعة اللي خدت اللقاح الوهمي. إذا لقى أن كل الناس أو معظمها خدت من اللقاح الوهمي اللي هو مش دواء يعني بنسبة عالية، يبقى معنى كده أن اللقاح الرئيسي فعال بالنسبة اللي هتصدر دلوقتي. لغاية دلوقتي النتائج بتقول أنه في 90% قدرة اللقاح المنتج حاليا أو اللي بيتم التجارب عليه فرق، وانه هو بيحقق امان او فاعليه بنسبه 90%. انا يعني لاني واثق في انه المشاهدين ذكائهم اعلى مني فانا هستوضح الحته دي بعد ما خلص، بس عايز اسال على نقطه مهمه بالنسبه للاجراءات بتاعتنا. احنا عشان تبدا الموجه الثانيه لازم تنتهي او تنحسر الارقام بشكل كبير عشان نقول ان الموجه الاولى خلصت؟ ده سؤال. والسؤال الثاني ما عنديش تفسير، حضرتك توضح لي، المتقاعدين عن العمل ورباط البيوت الوزيرة قالت ان هم اكثر عرضة بالإصابة، فيعني نعمل ايه؟ طيب نروح فين؟ بالنسبة للجزء الاول هو طبعا لازم احنا عارفين الموجات، فعشان تيجي موجة ورا موجة لازم الموجة الاولانية تنتهي علشان الموجة التانية تبدأ. لكن اللي حصل دلوقتي في العالم ان هو في زيادة في الاعداد، ولازلنا حتى هذه اللحظة بنسجل زيادة في اعداد الموجة اللي بدأت من شهر ديسمبر 2019. هيتكلم على العالم ولا علينا احنا؟ العالم كله، مصر احنا بنتكلم علينا احنا كمان، ده اللي موجود في العالم كله. في بعض البلاد استطاعت الحقيقة انها تسجل صفر اصابات والمدة. عندنا مثلا تايوان قدرت انها توصل، انتهت الموجة الاولى تماما، انها
تعمل انحصار للحالات الموجودة عندها والمدة طويلة وصلت إلى بتحتفل بأنها عندها 200 يوم بدون إصابات. كويس قوي. لكن على الناحية التانية وفي الغرب بنلاقي أنه الأعداد بتزيد، وأنه مثلا الولايات المتحدة بتسجل أعداد كبيرة وصلت إلى 200 ألف حالة في يوم. وده معناه بعد ما كانت 100 أو 120 يعني. أنه في زيادة في الأعداد من نفس الحالات اللي موجودة. أي. وبالتالي فكرة زيادة الأعداد دي يمكن تفسيرها بتفسيرين. يا إما التفسير الأول أنه في تراخي من الناس في الإجراءات وأساليب الوقاية. وهنا نقطة الحقيقة أحب أوضحها. في عندنا كلمة اسمها أساليب الوقاية. أنا اللي بعملها. اللي هي بغسل إيدي وأبعد بيني وبين الأشخاص اللي حواليا بمسافة آمنة. وفي نفس الوقت بلتزم بلبس الماسك. دي اسمها أساليب الوقاية. نقطة تانية اللي هي الإجراءات الاحترازية. الناس بتسمع كلمة إجراءات احترازية ودي اللي بتفرضها الدول والهيئات والمنشآت على الناس لما تيجي تخش فيها. فمثلا لازم الالتزام بأنه هو يكون لابس الكمامة ويتم فحص حراري وأنه المكان يوفر مواد التطهير اللازمة. ما يبقاش في عدد كبير في مكان واحد. ما يبقاش في أعداد كبيرة. يكون في تهوية جيدة. ويبقى في تهوية جيدة. هي دي الإجراءات الاحترازية اللي بتطلب مننا الدولة إن إحنا نلتزم بيها وإحنا داخلين أي مكان. ولازم كمان ان انا يعني اتبع هذه الاجراءات الاحترازيه علشان ما يحصلش زياده في الاعداد. تفسير بقى اللي قالته السيده وزيره الصحه الحقيقه مهم جدا. احنا التواجد احنا دلوقتي داخلين في فصل الخريف فصل الشتاء. وفصل الخريف فصل الشتاء الناس بتتواجد في اماكن مغلقه بشكل اكتر عشان الدفء وكده. بالظبط. لانه الجو بره بارد. فطبعا وجودنا في اماكن مغلقه والفترات طويله وبيننا حد مصاب واحنا في زحام او يعني. اعداد كبيره يعني. بالظبط. ده بيدي فرصه لانتقال يعني العدوى. هي كانت بتقول كده عشان تورينا اهميه التهويه والوجود في اوبن اير وتعرض لاشعه الشمس الحاجات اللي هي كده دي اللي هي بالظبط بتمنع فرص الاصابه. وبالتالي الناس اللي بتبقى متواجده في الاماكن المغلقه في سواء في بقى في منشات او هيئات او بيوت لفترات طويله مغلقه وبيخش عليهم غرب وموجودين بأعداد كبيرة ولسه مغلقة ولسه مغلقة وما فيهاش تهوية كبيرة ده بيدي فرص للإصابة أعلى. أما الناس اللي موجودة في أماكن مفتوحة وفيها جيدة التهوية فده الحقيقة بيقلل فرص الإصابة. شكرا جزيلا أستاذ دكتور أشرف عقبة أستاذ الطب والمناعة بجامعة عين شمس بشكل عام. شرفتنا يا فندم. بشكر حضرتك جدا. شكرا. شكرا جزيلا لحضراتكم لوجودكم معانا. وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة في مساء الخير.